ثورة في معاملات لم الشمل للأزواج في الولايات المتحدة. السلام عليكم ورحمة الله، معكم أمير علي من قناة الجنسية الأمريكية مع أمير علي. في خبر مثير للجدل، تظهر معاملات لم الشمل للأزواج في الولايات المتحدة بمظهر جديد تماما مع بداية عام 2024، حيث تم تسريع عمليات الموافقة بشكل كبير. وتشير البيانات إلى أن المرحلة الأولى للقبول أصبحت تتم في غضون شهر، مع حالات فائقة السرعة تستغرق من 3 إلى 5 أيام أحيانا. ويعزى هذا التحول الرهيب في السرعة إلى جهود حكومية فعالة لتيسير عمليات لم الشمل بين الأزواج الأمريكيين وشركائهم الأجانب. وفي السابق كانت هذه العمليات تشهد تأخيرا كبيرا بسبب القيود المفروضة بسبب جائحة كوفيد-19. يبدو أن الحكومة الأمريكية قد اعتمدت على عدة إصلاحات وتحسينات في إجراءات معالجة معاملات لم الشمل، مما أسهم في تحسين كفاءة النظام. ويشير الخبراء إلى أن هذه الخطوة تأتي استجابة للضغط الذي واجهه الكثيرون خلال فترة الجائحة. وفي ظل هذا التحسن الكبير، أصبح من الممكن للعديد من الأزواج الاستمتاع بوقت أقصر للانفصال، مما يعزز الروابط العائلية ويخفف من حملة القلق والانتظار التي كانت تعتري هؤلاء الأزواج في السابق. تجدر الإشارة إلى أن هذا التطور السريع يأتي في سياق تغييرات أخرى في سياسة الهجرة الأمريكية، حيث يسعى النظام الحالي إلى تسهيل الإجراءات وتقديم دعم أكبر للأفراد والعائلات الراغبة في بناء حياة في الولايات المتحدة. وفي النهاية يظهر هذا التقدم الجديد كخطوة إيجابية لتسهيل عمليات الهجرة وتحفيز الروابط العائلية، مما يبرز التزام الحكومة الأمريكية بتحسين تجربة الهجرة وتقديم دعم فعال للأفراد والعائلات الذين يسعون للعيش في الولايات المتحدة الأمريكية. إذا أعجبكم هذا الفيديو أتمنى الاشتراك بالقناة ووضع لايك على هذا الفيديو ومشاركته مع الأهل والأصدقاء ليصلكم كل جديد، وأيضا لدعم القناة. شكرا لكم، تحياتي، أخوكم أمير علي من قناة الجنسية الأمريكية مع أمير علي وأخبار الجاليات العربية في أمريكا مع أمير علي. جميع كتبنا ومواد الدراسة متوفرة على موقعنا pay.amirusa.com. كتاب الجنسية الأمريكية وكتب CDL وكتب تعليم اللغة الإنجليزية والفلاش درايف والقرص الصوتي.